كورونا فيروس واحد من اخطر الفيروسات اللي كتهدد العالم كامل والبشريه بالانقراض. تكتشف واحد المدينه صغيره في الصين اللي سميتها ووهان بسبب واحد المستطلعين ديال الخفافيش فين مشاو دخلوا لاول مره لواحد الغار ديال الخفافيش اللي عمر شي واحد قرب ليه لالاف السنين، وكانت تم اول اصابه بهذا الفيروس اللي تناقل بسرعه البرق من مدينه صغيره في الصين الى تقريبا في العالم كامل الا بعض الدول. ودابا المغرب كيواجه واحد الخطر كبير بالاصابه لهذا الفيروس، خاصه انهم مدورين جوج ديال الدول اللي تنتشر فيهم المرض بكثره وكيعانيوا من عشرات الى ما قلناش الاف الوفيات كل نهار. ولكن السؤال الحقيقي اللي كيسول عليه العالم، السؤال الحقيقي اللي الشعب المغربي مقاتل باش يعرف الجواب ديالو، اللي هو واش كورونا كاين في سطات؟ هلا والله فور كينغ. اليوم بغينا نهضروا على كورونا. خرجوا بزاف ديال الاشاعات اللي قالوا بلي تكتشفت شي حاله ديال كورونا في سطات، وكنقول لكم بلي انا ولد سطات وما كاين والو. طالما انه عندنا نيبه كيدعي معنا من طنجه للكويره، راه مستحيل تجينا كورونا للمغرب. تحيه للثلج. كورونا بقى لحد الان ما كايناش في المغرب. كورونا فاش تكتشفت اول مره في الصين وانتشرت فيها دول العالم كامل، بدو كيديروا عليهم الميمز، كيديروا عليها الترولات، كيضحكوا على الصين. ولكن فاش كورونا انتشرت في العالم كامل، كلشي سكت بقى غير المغاربه وبغاش يسكتوا، طلعوا على كلشي. وداكشي اللي جينا اليوم نديروا واحد رياكشن على الترولات اللي دايرين المغاربه على كورونا. اوكي الدراري، بما ان تحت ما كومونتا في الفيديو اللي فات بلي راه باغي دعم قنوات، سيرتو انني قلت لكم الدراري اللي باغيين ندوزوا دعم قنوات يبانوا في لي كومونتير. تحت ما قال بغيت دعم القنوات، سو ما غاديش ندير دعم القنوات في هذا الفيديو هذا، نتسناو الفيديو الجاي. الدراري اللي باغيين يدوزوا دعم القنوات بانوا في لي كومونتير باغيين دعم شي لعبه بحال هكا، وخليو لايك الفيديو وفولوني في الانستغرام، حيت تما غادي نقول لمن غادي ندير دعم القنوات. اوكي ندوز الفيديو. قلت لك لقاو حاله في سطات ديال كورونا، سطات ما فيهاش تاكوس، بقى فيها غير كورونا. الدراري كن وعدكم انا ولد سطات وستاكوس كاين في سطات. ايا ما عندناش ماكدونالد. دايما دموع. لكن الدراري اصلا يا تدخلت كورونا المغرب راه الدولة مستعدة. واش كورونا يا سريسرا؟ خبر عاجل، تم اصابة مغربي بكورونا مما ادى الى موت الفيروس. والدراري هذوك الطغرات اللي وريتكم في الاول راه ما يمكنش السطر، ولات عندنا واحد المناعة اللي واخا دخل كورونا المغرب راه ما ضرب حتى واحد. وها علاش درت هذا الفيديو، تفاصيل فرار موظف في مستشفى سطات بعد سماع بحلول مهاجر مغربي من ايطاليا يشبه باصابته بفيروس كورونا. واحد خونا مكومونتير الفقيه اللي كنتسناو باركشو دخل الجامع بلا، يعني الاطباء اللي كنا كنتسناو انهم يداويونا من المرض علقوا. ما عندك فاش تشد. اغيت من الشي يخافوا الناس من الزومبي، من ملك الموت، من كورونا، وحنا الجيمرز ها من الناس كنخاف. فاش كتمشي تصلي كيكون الفقيه كيقرا عليكم القران وغادي معطل بزاف وشي صوره طويله، وفاش كتسجدوا كدعي عليه الشيطان. بقى عندي ما نقول، اعتزل. دراري ما كاينش شي واحد اللي في العزو اللي ما كيطراس ليه شي بلان اللي بزاف، لا سوا في العزو كيتحبسوا الضحكه، لا كيجي كيبغي يعزي ما كيعرفش كيقول ليه شي حاجه اللي مشيت ليه. واحد خونا اش قال؟ كان كيعزي في واحد وفي بلاصه ما يقول له بقاء لله قال ليه البقاء للاقوى. جاوبو خونا قال ليه واش انت جاي تعزي في جون سينا؟ دراري كتبوا لنا في كومونتير وقعت لكم شي بلان في العزو وشي بلان كيضحك وقع لكم في العزو، ونقدروا نديروا عليهم شي فيديو وندوزوكم. اوكي الجزائر كيفاش رايحه تجهز الكورونا؟ تبني مستشفيات، تبني المقابر. كورونا فيروس كيحاول يدخل المغرب، نيبه كيدعي معنا من طنجه للكويره هو اللي حابسو علينا. الله عليك، الله على اخلاقك يا نيبه. المراكنه كياخذ لي شي واحد بلاصتو كيقول ليه ذيس از ماي سيت، فرنساويين كيقول ليه سي ما بلاص، جيرمانز كيقول ليه داس اس ماشي بريسين، المهم كيقول ليه شي حاجه جيرمان. المغاربة سبحان الله الشريف. تعرف الشهامة ديال البنج، القوة ديال البنج، السنطيحة ديال البنج. كريستيانو رونالدو في انستغرام ديالو عدو 441 فولوينغ، كيفولوي 441 واحد، والبنج كيفولوي حتى واحد. الله عليك، الله على اخلاقك يا بن. وباي ذا واي الدراري فولوني في الانستغرام ديالي لا تلقاو تحت الديسكريبشن، الدراري نعول عليكم. اوكي ما كاينش شي واحد اللي كيكون عنده بزاف ديال الدروس كيراجعهم كاملين وكيخلي درس واحد وما كيتحطش ليه داك الدرس في الامتحان. هاد الدروس اللي كتراجع
وهلك تطيح. سبحان الله ديك السنة اللي باقا هي اللي خاصة. تقول سافر عليها صح. الوالدة فرحانة بيا حيت خرج حيت خديت المبادرة وخرجت معايا السطل ديال الزبل، وأنا فرحان حيت ما شافش التفصيل ديال الطاووس اللي هرس لها وخبيه في داك السطل.